اليوم. نحن معتصمين هون لأنه نحن اللي لازم نكون قاعدين جوا، مش أحزاب السلطة. نحن المعنيين بالمجتمع المدني. بحطوا على الإعلام أنه هو مجتمع مع المجتمع المدني بالسور، لا، هو مجتمع مع الأحزاب، وبغطاء جابوا كم واحد من الصليب الأحمر ليغطوا حالهم. ليه ما بدهم يعلنوا أنه هن اللي مجتمعين معه؟ ولا كرمال قد يكونوا أنه عم يشحدوا على دار المجتمع المدني. نحن بدنا نطالبوا بتنفيذ القرارات الدولية. نحن عنا مطالب بدنا نحكي معه، ما خلونا نفوت.